بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 75. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، يرد شيخ الإسلام على قوم من المتشككين الذين يستولي عليهم الشك في دينهم في كل شيء بسبب جهلهم وتسلط الشيطان عليهم. يقول رحمه الله: أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون، وكل ما عمل به المسلم وجزم به فهو يقطع به، وإن كان الله قادرا على تغييره فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه، ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء. وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره، بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم، ولم يكن هذا الشيخ يعني ابن مرزوق ينكر هذا، ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في الإيمان كما نقل ذلك عن السلف، فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثنون من أعمال في أعمال البر، فيقول أحدهم صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى ذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله بقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه، وكان أولئك يمتنعون من القطع في هذه الأمور. ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة، وكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد كذب، وصار الواحد من هؤلاء يعني المتشككين يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة يعني الاستثناء في كل شيء فقد أقر بأمر عظيم في الدين، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال، لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين، ولا كان شيخهم عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ يعني الجزم مطلقا، بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم. ثم رد الشيخ على طائفة يشكون في قبول التوبة من بعض الذنوب فقال: كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر، وهذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالف للقرآن، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في حق من لم يتب، وقال في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه، ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب تاب الله عليه. قد كان طائفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن إسلامهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعد ابن أبي سرح، وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول:
أنا كنت أعلمه القرآن، ثم تاب وأسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا قيل سب الصحابة حق لآدم، قيل المستحل لسبهم كالرافض يعتقد ذلك دينا كما يعتقد الكافر سب النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم محى الله سيئاته بالحسنات. ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ من أخذ، ولكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يعلمه أني قد اغتبتك، وقد قيل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته، كما قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب، فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم، والحسنات يذهبن السيئات. كما أن الكافر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كذاب، إذا تاب وشهد أن محمد رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه، كانت حسناته ماحية لسيئاته. والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد قال تعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ومقتضاه أن الأمور المقطوعة بحصولها لا وجه للاستثناء فيها كما يفعله بعض الجهال، فيقول أنا إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما يشرع الاستثناء في الأمور غير المقطوع بها من قبل العبد كقبول العمل وحصول الثواب عليه، فإن هذا من شأن الله تعالى، والعبد لا يدري هل تقبل منه وهل يغفر له أو لا، وإنما يرجو ذلك من الله ويقول إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وقد يبالغ بعض الناس في استعمال المشيئة فيقول هذا ابني إن شاء الله، ويقول جئت من السفر إن شاء الله وما أشبه ذلك، وهذا لا وجه له والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.